عال عال ده كده الاوراق مستوفيه تمام قوي. مش بقولك ده حرام، اسم الله على مقامك. احنا هناخد حكم مستعجل بابقاء الوضع على ما هو عليه، بعدين هنطعن في عقد البيع. طب وصابر ده طلع اليمين يا سيدي المحامي. اطمني غالبا هنخرجه بكفاله. الهي يسترها معاك دنيا واخر. كيف هو زبولديري؟ يعني بالعربي عايز تقول ايه؟ عاوز اقول لك ان لما عرفتك بالجماعه دول كان قصدي شغلانه تسترزق منها لحد ما ترجع مصر، واديك اهو بقيت عالو الحمد لله، يعني تبعد عن كارولين وسك كارولين. مالها كارولين؟ خليتني ممثل قد الدنيا، بتحبيني وبحبها. ده جزء من اللعبه يا صاحبي، واذا ما كنتش عارف حقيقتها لحد دلوقتي انا مستعد اقول لك على حياتها. لا بقى اتكلم على قدك، ده انا نازل مصر مخصوص علشان اطلع القديم اهلك لعيونها. وحياتك بتضحك عليك يا عنتر. تضحك على مين؟ يا صنو عنتر كيافات الجلوكياري تتراما بزيدك يا محمد. تعبت يا دناي؟ وانا لسه عملت حاجه ياما. روحي روحي كملي شغلك، وانا لما اتعب حابه اقولك. ما تستعفاش على روحك، ده الشقه كتير. تعال تعال كلك لقمي وبعدين ارجع لشغل. بصراحه ياما انا واقع من الجوع. يا عيني يا دناي، قولي اللي نفسك فيه وانا اعملهولك. نفسي في شويه حليب افت فيهم. حليب؟ ايوه شويه حليب صبحين من ايديك الحلوه. يعني سكت مالك ياما؟ ابدا يا دناي، من عيني. ساتر بسلامته ابنك قال لي انك هنا، البقيه في حياتك يا مستوره. خلي الهم لاصحاب اسره يا معلم. عندي ورث الكوف كويس اللي حصل لحد الساعه دي. بتستناني؟ بتستناني يا معلم شداويلي؟ ما انت اللي راكبه راسي، قلت لك تعدي على المهندس في الفيلم، والراجل حلف لي بالميتين والحيين انه هيرضيك. بقيت مرسله على كبر يا معلم؟ رديت لي نفسك تشتغل شخشخه؟ كلام فارغ ايه ده اللي بتقوليه؟ كلام وليه يا غلباني؟ اتكتروا عليها زي الدياب، بس صعبان عليها تنضرب عليها فاهم؟ اخرس يا بنت لا. بدل ما تشتم حرمه روح شوف شنبك اللي اتدلدل اللي البهوات يتمرجحوا عليه. شوف البه بتاعك اللي بعتك تهود معاي. اني رحت له يا عباس يا شندويل، اجري ساله كان غرضه مني ايه، ولو قابلها على نفسك يبقى يخص على ده زمن. ايه يما حصل ايه؟ اللي حصل حصل خلاص، ما بقتش طيب. واد يا محمد الارض دي ارضك ما تفوتهاش، موت واندفن فيها وانت بتحكي عليه، بس ما تفوتهاش. وحق من خلقني حره واعرف العيبه لا اكون مجرجره في المحاكم، وبقى شغل مرسال يا عباس يا شندويل. جرى ايه يا معلم؟ انت طول عمرك ابن بلد وبتفهم. اتفاق ايه اللي كان بيني وبينك؟ يعني ايه؟ عيني عينك بتسرقني يا باشمهندس؟ لا، رجال الاعمال ما بيسرقوش يا شندويل. انا عليا خطط، واللي زيك هما اللي بينفذوا. اولا مش انا اللي مضيت على عقد البيع المزور، ولا انا اللي رحت مع نونة وشهدت انها مسطول، ده انت. يعني لو حاولت تفتح بقك بكلمة واحدة انا مش بس هتهمك بالنصب والتزوير، لا ده انا هطالبك بالتعويض يا شندويل. ده اخر تقولك يا باشمهندس؟ ان شاء الله نبقى نعوضها لك في عملية تانية. حاضر يا مهندس، بس يكون في علمك شندويل عضمته مرة ولا تتندغش بالساهل زي ما انت فاهم.
مع السلامة. يا سيد يا استاذ تعال. يا صنع عنتر كيافات تنجلو كيارت وتروما افندم. ايوه ما انت ما تعرفش تلياني، يعني اني عنتر اللي مسجد روما كلتي. اهلا وسهلا يا سيد. طب لو سمحت الشنط اللي معاك دول حبه هلاهيل للعيال في البلد. برضه لو سمحت الشنط. خد يا اخويا شنط اهي. ايه ده؟ دول افلام بتاعتي. افلام؟ ايوه افلام بتاعتي، ماني فنان مشهور قوي في ايطاليا. هو صيدي ما وصلكوش؟ اهلا وسهلا يا سيدي. بس بدل دول طلعوا افلام يبقى لازم ناخدهم عشان نوديهم الرخام. تاني عملت المستحيل عبال ما خدتهم، تقوموا انتوا تاخدوهم؟ احنا مش هناخدهم، انا هديك وصل بيهم وبعدين تبقى تروح تستلمهم. وماله؟ اهو برضك شهره. يا صونو عنتر كيافات تنجنو كياري تتراما.